Yo, what's up tout le monde, مرحبا بكم, c'est Draco and welcome to another video. Welcome to the second video from the filmmaking tutorials series اللي حبيتها واللي طلبتها برشا عباد. So في الابيزود الثاني حبيت نعمل حاجة مختلفة شوية, معرفت تحكينا على نصائح صغار كيفاش ديبيودي في الفيلمميكينج, شنو لازمك تعمل شنو لازمك ما تعملش, أمور بسيطة وديباز نكتبني عليهم بعد في المستقبل. المرة هذه قلت why not نعمل حاجة مختلفة, هو كيما كنتوا تتفرجوا في الفيديو كيفاش تنجم الطيب شقال فترة في رمضان. لهنا أغلبية الفيلمميكرز كلك سواء في الفيديوغرافي ولا في الفوتوغرافي باش يقول لك انا ما نجمش نخرج وحجر صحي باش نصور باش نعمل وكذا. راهو لهنا الفيديوغرافي سورتو راهي ماشي مربوطه كان باللي بيزاج وباللي فلوغ وبالدرون وبالطبيعه, ليه فما راهو برشا حاجات تنجم تعملها وانت قاعد في الدار. نسيتي منهم اللي هي الفود فوتوغرافي اللي هي حاجه مطلوبه على الاخر في الاندستري كلك سواء في تونس ولا في العالم. بعد لي كومبيتونس اللي تنجم تربحهم اتخافيغ الفود فوتوغرافي تنجم حتى بعد تدخل منها فلوس, تنجم تمشي حتى للريستورون القهاوي ريستورانات والقهاوي وتقدم لهم السيرفيس نتاعك. لكن لهناك باش تمشي انت الريستوران ولا قهوه باش تحاول تقدم له السيرفيس نتاعك, انك تصور له المنيو ولا تعطي مهما كان السيرفيس في الفوتوغرافي ولا في الفيديوهات, لازمك توريه حاجه خدمتها قبل. يعني يقول لك اوكي والله سي انتريسون وريني, يعني نحب نعرف ناخذ فكره اون جينيرال شنو تنجم باش تعطيني. يعني هذا سافا كري شويه ديزون البورتفوليو, عباره واحد ماشي باش يقدم السيرفي نتاعو في خدمه والبوس نتاع الشركه هذيك باش يقول له تراه وريني اش خادم ولا وريني اش قريت ولا اش عملت. وفي الفيديو هذا باش نحاول نعطيكم كلكو زاستيوز وباش نحكيو بفاسون عامه كيفاش عملت الفيديو هذا. بور كومونسي الفيديو انسبيري من يوتيوبر اسمه دانييل هذا عمل ريفوليسيون في البيرولز في الفود فوتوغرافي زاده سورتو. بعد ما عمل فيديو معروف على الاخر تلقى اللينك نتاعها في الديسكريبشن, برشا كونتنت كريترز على اليوتيوب تبعوه وكل واحد اخذ منه انسبيراسيون وحاول تبعه وحب يميليوري ويزيد منه شويه. سو كي دوماج عندنا في تونس تبع فيه عملت كيف عملوها قبل كوم سي واحد عمل حاجه سي بون ما عادش حرمت عليك ما عادش تعملها. هذيك في دومين الفيلم ميكينغ راهي انسبيراسيون, انك تو انسبير من عبد, انك تحاول تعمل نفس الشوت, انك تحاول تعمل حتى مخير ولا حاجه قريبه, المهم عملت افور. وباي ذا واي فهم برشا يوتيوبرز اخرين موجودين على اليوتيوب كيف دانييل كيف بيتر ماكينن كيف ماتي وغيره وغيره من اليوتيوبرز, هذوما الايدولز بتاعي انا بالرسمي يدي هويش بتاع تصوير مش لعب. ليدي هو انه بعد ما تفرجت في برشا فيديوهات وبيرو الفيديوز وكذا قلت واي نوت معناتها نبريزونتي لكم حاجه كيف هناك. وفيكو عندنا رمضان ورمضان معروف بالميكرو وبالتطيب وبالتصنيف فازيت وكل, قلت علاش ما نعملش حاجة تشبه لهذيك والا بلوز وموا تقرب. باهي خلينا نتعداو للساندي كيفاش تصورت الفيديو وبارا ماتريال. الفيديو تصورت الحق تاع ربي بدو كاميرا, بتيتر تلقاو هكا فما ديتانت مختلفين. الكاميرا الاولى هي ال1 دي اكس مارك 2, هذايا ال1 دي اكس مارك 2 اللي توصل تصور في الفول هاش دي حتى ال 120 ايماج بار سكوند, اللي حاجه تعاون برشا في سلو موشن وفي سبيد رامبينغ. من بعد واللي ما يعرفوش سبيد رامبينغ وقت اللي تبدا سين تمشي اون رالونتي بعد تضرب بعد رالونتي بعد هذاك اسكو نابيل سبيد رامبينغ. اما باش نحاول كما قلت لكم نفسر لي تيرم تكنيك ونفسرهم بالفلاقي باش يتفهموا بالكدا وواضحين. علاش التانت مختلفه ال 1 دي اكس على السكند كاميرا اللي هي قاعد نصور بها انا توا اللي هي السيسون مارك 2. السيسون مارك 2 في كانون هي تابعه لجام سينما, وال 1 دي اكس مارك 2 تابعه على دي اس ال ار مش تابع سينما. لهنا الحاجه المختلفه التصويره مش كيف وحده بالحا, هذيك اسكو نابيل بيكتشر بروفايل. البيكتشر بروفايل تختاره انت في الكاميرا نتاعك باش تحاول تصور الوان معينه. اللي موجودين في السيسون مارك 2 اسكو نابيل سي لوك, يعني كانون لوك, تصور لك التصويره الماكسيموم بوسيبل بالحا يعني شايحه من الالوان, باش بعد انت في الكولر كوريكشن والكولر جريدنج نتاعك في الادوب بريمير ولا غيره تنجم تلون وتستمتع بالتلوين وتعطي حاجه سينيماتيك على الاخر. حتى هكا فما دي غران تحسها معناتها تصويره سينيماتيك. كونتريرمون ال1 دي اكس مارك 2 صراو بيش فيها سيلوك, تنجم تشيلها سيلوك سوف كو غاليه قطعه لازم تتحط على جنب وكذا, لكن فما دي بيكتشر بروفايل بلوز وما ادابتي شويه للسيلوك كيف السينستايل. بون نصور برشا دي ديتاي خلينا نتحداو بالفيد. الفيتشر الاولى اللي عطيتها هي صورت 120 اف بي اس في ال1 دي اكس مارك 2 بشكاكة على حاجتين معينين. الحاجه الاولى اللي هي سبيد رامبينغ, هكاكا تجي ازينه برشا ملي تصورها 24 اف بي اس ولا 30 ولا غير. الحاجه الثانيه هو انه ستابيليزاسيون الفيديو صورتها سيغ ما قاعدين تفرجوا كلكو فيديو بهاند ذا سين
هاند هيلد، يعني ما غير الاستابيليزاتور لحتى شيء، جوست اديت الكاميرا وبديت نصور عادي. يعني لهنا اذا كان يدك ماهيش ستابل برشا عشان باش يصير في الفوتج، سورتو كي يبدا عندك لانس اللي هو المين لانس صورت بيه اللي هو 50 امبويت، هذا مشهور على الاخر، لانس هذا مطلوب على الاخر. اغلبيه الفوتوغراف كلها كي تبدا بال 50 امبويت، 50 ملم، و 1.8 الديافراغم نتاعو يعني يقبل بالكدا ضو، والبيجي نتاعو راهو محترم على الاخر. في تونس يظهر لي حاوس في لي زالونتور نتاع 300 دينار، يعني بارابور لانسز الغاليين كيف نقولوا نحن مثلا الماكرو هذايا سيري ال يحل 2.8 100 ملم ماكرو مثلا، وهذا تلقاه بمليون ونص، تلقاه ب 300 دينار. قول قائل كيف جوست هذا يصور من القريب هذا من البعيد؟ لا، فما برشا دي بارامتر اخرين، مثلا هذا لانستابيليزي، هذا مش ستابيليزي، هذا سيري ال، هذا مش سيري ال. نرجعوا لميزوعنا، ركزت اكثر على 120 FPS، دو ان السبيد رامبينغ، دو سلو موشن، دو تروا استابيليزاسيون تاع الفيديو. الحاجه الثانيه زاد ركزت عليه، اغلبيه الشوت هما مانويل فوكس، يعني اغلبيه الشوت ما حطيتش الاوتوفوكس وقعدت نتبع، ميم سي الوان دي اكس مكتوب فيها اوتوفوكس يرعب. يعني اغلبيه الفوتوغراف اللي تراه مثلا في ماتشوت الكوره بلانسويت كلها الاكثريه بوان دي اكس مكتوب، خاطر توصل تاخو حتى 14 فوتو بار سكوند باش تخطف المومون ايديال، الاوتوفوكس نتاعها يرعب طياره. قول قايل علاش ما نستعملش الاوتوفوكس؟ على خاطر تو سامبلومون لي موفمون، فما دي موفمون نعملهم رابيد على الاخر، دوك الاوتوفوكس مش باش ينجم يفولوي. دو بلوس حتى كي باش تحط اوتوفوكس سافا با اتر كيما انت تحبها في البوان اللي انت تحبها بالضبط. دوكو لهنا المانيوال فوكس، قول قال كيفاش تقعد تطبع انت وقدش من مره عاودت الشوت وكل لهنا، لازم شراوت لوميمه اللي هي ليدين اللي هي اللي طيبت وعملت كل شيء. هو انه لازمك تكون متفاهم وانت والطرف الاخر، يعني وين بوان ديبار وين بوان الاخر، يعني من الاب من البوان ا للبوان بي. يعني بعد انت ما تعمل موفمون ديما تحط في بالك اللي لاست شوت هي لازمها تكون نات، يعني ميسيرش انك تبدا الشوت فلو شويه، جو دي بيان شويه مش برشا، الشوت تبدا فلو شوي، اما لازم لاست شوت هي اللي تكون نت. يعني انت كي تحفظ الموفمون تاعك والموفمون الاخريني انك تحطو هذاك النت، ديجا حاجه باهيه. وابخي تو بعد يقعد اونترينمون راه، يعني مش كم الشوت الاولى ولا الشوت الثانيه باش تخطفهم مش نورمال، واو جد سانو بيش باش تخطفها، اما كله بالاونترينمون. فما كيلكو شوت اخرين زادا استعملت فيهم لانس ليو 100 ملم 1.8 2.8، سامحوني اللانس هذايا بالرسمي ابداع. 100 ملم هذايا ينجم يصور لك حاجات ماكرو، يعني حاجات من القريب على الاخر. ديت كي تفرجوا في ناسيونال جيوغرافيك ولا اي فيديو كان تلقاو فوتج تاع حاجات صغار تاع غبره ولا رمل ولا نمال ولا حاجه، هذوك كل متصورين بدي لانس ماكرو. اللانس ماكرو يخليك ترى دي ديتاي مزيانين على الاخر في كلكو سوا في الفوت فوتوغرافي ولا في برودوي ولا في ولا حتى في لي بورتري، كي باش تصور سوجي عبد طفله طفل هكا، باش تصور العينين من القريب، باش تصور اي حاجه، اللانس هذا اللي كابابل يعطيك سو جونغ دو شوت. وبيان سور هذا كل لازم يكون ديجا مقيد. اش معناتها مقيد؟ يعني لهنا ما لازمكش تصدم على بروجي ولا فيديو باش تصورها وانت مش عامل البلانينغ نتاعها. هذا بتيتر فيديو نحكي فيه ابارك كيفاش تعمل بلانينغ دو اجوس كازيد، لكن سورتو في النوع هذا نتاع الفيديوهات دو بريفيرونس انك تعمل بلانينغ، يعني تكتب ورقه تكتب باش نبداو بار اكزومبل بالموفمون هذا مع الدقله، بالموفمون هذا مع البنان، الموفمون هذا مع كذا، في الاخر شوت كبيره على السلاطه، شوت ماكرو على شربه، مع جودينا بورتوكو. يعني نظام حاجه بايعه على الاخر ويعاونك انك باش تربح برشا وقت. والشوت اللي كملتها دو بريفيرونس تعودها مرتين ثلاثه بور اسوري، باش تنجم تاسوري الشوت نتاعك مزيانه، تنجم تجي حتى الاولانيه جات سافا 70% باهي، الثاني كي تختفها تجيك 90% طياره. يعني ديما وقت اللي تاسوري الشوت بضربتين ولا ثلاثه ديما خير. خلينا تو نحكيو على الضوء، شنو استعملت في الضوء؟ الضوء مينلي استعملت ثلاثة أضواء، لكن مش ديما ثلاثة يشعلوا مع بعضهم. استعملت الضوء الكبير اللي قاعدين تراو فيه، هو ذاك اللي كان المين لايت، هو الكي لايت نتاع بريسك الفوتج الكل، بالسوفت بوكس الكبير، ضوء يعني مش قوي برشا. أما ضوء آخر زاد استعملته في الباك جراوند، ما نعرفش كان لاحظته ولا لا، ضوء أزرق، عطيت هكا ضوء أزرق نيونس هكا محلاها في الباك جراوند، خاطر كي تصور بال 1.8 يعني دافراج محلول يعطيك ديث فيلد حاجة مزيانة على الأخر، الأزرق يجي مزيان في الباك جراوند، عطاها حاجة مزيانة مع كوجينا. يعني ساعات لي بتي ديتاي ما تنتبهلهمش في فيديو ولا حاجه، لكن كي تجي تفسرها بالديتاي وتخور اها واش عملت في كل بوان، قول يا والله بالرسمي فما برشا حاجات ما حلبتش بهم. واستعملت ضوء اخر اللي هو توا الباك جراوند اللي قاعد ديكريشي عليا توا من تالي اللي هو ضوء احمر، استعملته جوست بزينت بيه هكا شويه، ضربته شويه على السقف، ضربته شويه على اليمين،
باش عطاها كان يونس حمرة مزيانة. اوكي بيه دركو انت تاو كي صورت هذوما الكل وانت بمانويل فوكس واللانس مش ستابيليزي، خاطر فما دي لانس يبداو فيهم ستابيليزاتور ودي لانس لي 50 امبوي تو قلتلكم ما لانس استعملته مش ستابيليزي جمله، يعني اقل رعشه تترى. صحيح الشوت كلها مشي نت، الشوت كلها مشي فوكس مش نورمال ويديا روبو كذا، لكن لهنا وين نجي الخبيثه في الايديتينغ. الايديتينغ من تحاول في سبيد رامبينغ ولا غيره انك تزرب شويه للشوت الفلو وتركز اللي في سلو موشن كان اللي سلو كان اللي فوتج نت، هكاك تعطي حاجه بلوز وما مزيانه. ميم سي الفيديو كل في حد ذاتها مش طويله، لكن راهو الايديتنج نتاعها ياخذ برشا وقت، ياخذ برشا وقت من الكومبوزيشن، شكون الاولى وشكون الثانيه، الكولر جريدنج نتاعها، خاطر في تصوير الماكلة لازمها كولر جريدنج سبيسيال شويه، يعني باش اللي يتفرج في الفيديو يشتهى الماكلة. واهم من هذا الكل هو لاسافيكس ولا هما لي ساوند افيكت. الساوند افيكت راهم حاجه مبدعه، حاجه بالرسمي تنجم تبدل لك منظورك ولا الاوبينيون نتاعك على الفيديو كامله، اللي هو فور بوسيبل نجم يكون السوجي نتاع الحلقه الجايه. سو يا جماعه ذي اكزرسيس طياره على الاخر باش تترينيو شويه على الكومبيتونس نتاعكم وانتم في الحجر الصحي في الدار، يعني كلكو سوا واحد عنده امه طيب ولا ابوه ولا اخوه ولا اي حاجه، حاجه طياره على الاخر انك تترينا على حاجه كيف هكا باش نجم تقوي في الكومبيتونس نتاعك. اذا كانك بكلمتك في الدار وتنجم تبدل المنيو نتاع العشاء، يعني تمشي لامك تقول لها امي مثلا نحب انا في العشاء السلطه هذه والبلان برينسيبال هذا وكذا وكذا، باش نجم انت تنظم الشوت نتاعك سولوش موجود في العشاء. وإذا كانك زوالي تخدم بالموجود، يعني العشاء بشي طيب نهارتها تحاول كيفاش انك تتأقلم وحاول كيفاش انك تصور الموجود. حاجة مهمة برشا البلانينج نتاع الفيديو باش ما تقلقوش امهاتكم وهما يطيبوا باش عاود هذه واعمل هذه واش باش نعملوا توا، دو بريفيرونس يكون عندك بلانينج تقعد انت امك حتى دريجي ربع ساعة تقول له امي راني باش نصور كذا وكذا وكذا، وراهم صدقوني يفرحوا ويكونوا اوبيراتيف معاكم على الاخر. سو جو بونس مانيش في ستاد اني باش نلونسي تشالنج، ماذا بيا اني نقول لكم اي كل واحد يحاول يصور حاجة نتاع ماكلة في الدار ويبعث لي ونعملوا كيما تشالنج وشكون يربح الاول والثاني والثالث ونعملوا رياكشن حتى للفوتج نتاع كم الفيديوز نتاعكم. لكن جو بونس فيك هذا ابيزود ثانيه حسيت راح مزيت ما عطيتكمش برشا معلومات، مزيتو بشوي بشوي قاعدين قاعدين تتعلموا قاعدين تبراتيكي، وان بلوس اليوتيوب شانل هذا قايمه على الجيمنج سو البوبليك نتاع الفيلم ميكر مازالوا ما يعرفوش الشانل هذايا، ومازلت قاعد بشوي بشوي قاعد نستقطب في العباد اللي يحب يولي يوتيوبر اللي يحب يولي يدخل فلوس اللي يحب يتعلم يستعمل كاميرا وغيره. سو جو بونس هذه حاجه نجم نعملوها في المستقبل القريب ان شاء الله. سو فوالا يا جماعه لهنا سي اخر فيديو، جيسبيغ عجبتكم الفيديو هذا، قولوا لي شنو رايكم في لي كومونتير، على شنو تحبوا نركزوا المره الجايه اكثر، اسكو تحبوا حاجات اخرى نتاع بيهاند ذا سين. الابيزود الجاي كما قلت لكم فور بوسيبل انها تكون على سافيكس، يعني الباور نتاع الساوند افكت بالرسمي حاجه عالميه. الناس الكل تفرج على السبسكرايب بتر، خلينا نخلطوا ال 200,000 ابوني في رمضان، فول سبورت جايز، مشكورين على الاخر. عملوا طلب في الديسكربشن تلقاو يوكاي بونتين الجيمنج ستور نتاعنا، اذا كان تحب اي بيريفيريك اي كومبوزون بي سي جيمر ولا كونسول ما عليك كان تكونسلتي yokai.in. باش تعدي كوموند من الانستغرام من الفيسبوك ولا من السيت ويب، والليفريزون نعملو على تونس الكل فيا ارامكس. فول سبورت جايز، 200,000 ابوني، سي يو جايز ان نيكست فيديو، باي باي.